الحضور الكرام من هذا المكان وفي هذا المقام أشد على أيدي كافة المسؤولين في الدولة عن شؤون الشباب وشؤون الرياضة لوضع تصورات ورؤية تساهم في النهوض بهم والاستماع إلى أفكارهم وترجمتها إلى واقع ملموس، فهم بلا شك أمل الكويت ومستقبلها المشرق. الحضور الكرام، إن حسن التخطيط والمتابعة من قبل المسؤولين في كافة وزارات وأجهزة الدولة من سبلنا لتحقيق مزيد من الإنجازات، فليحرص كل قيادي ومسؤول في موقعه على أن يخطط ويتابع وينزل إلى الميدان. ووصيتي للرياضيين لا سيما لاعبي كرة القدم التحلي بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة، فالرياضي قدوة في الأخلاق قبل أن يكون قدوة في الأداء. وفي الختام ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز وأبنائه المخلصين، وأن يديم عليه الخير والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.